السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعيني في الوطن العربي. كل أسبوع إن شاء الله رب العالمين سنأتيكم بقصيدة من تأليف الشاعرة الجزائرية حسناء الصحراء، وهذه المرة قصيدة أرجو أن يصحو بها الضمير العربي، وذلك لأن الضمير العربي قد مات. تقول: مات الضمير العربي والأقصى جريح وأنتم نيام، اصحوا يا عرب، أرجو أن تصحوا يا عرب لأن القدس فعلا في خطر. تقول: أنا فلسطين جراحي عميقة، حياتي كلها عذاب، وأنا مغلوقة الأبواب ببركة سورة الرحمن والأحزاب. سأتحرر من الأسى والعذاب، أنا عروس لبست السواد وأنا في عز الشباب. أنا عروس لبست السواد وأنا في عز الشباب، عبراتي تنحدر من العيون على خدي الحنون. ستنبت الحياة من المآسي، سئمت الحياة من المآسي، الكل خانني أصبح قاسي. دمائي سالت في كل البقاع، ظلم وقهر وأبنائي جياع. ألا ترحموني؟ ألست منكم وأنتم مني؟ لا تحترموا حتى حزني وسني، لم تحترموا حتى سني وعذابي. هيهات هيهات، عذاب طال، لا عم ولا خال، كلكم أصبحتم جبناء وأغبياء. ألا تعرفون من أنا؟ أنا أرض الأنبياء، انعدمت في الحياة، أنتم في سبات، لا ضمير ولا قلب ولا إحساس. حجاري ذهب وألماس، وأتجرع الظلم في أسوأ كاس. ألا يوجد ركن يحميني؟ أو دولة تأويني؟ أنا الحرة بنت الصمود، أرضي ستنبت من الورود. سيأتي اليوم الموعود وأنهض من جديد، وأهزم كل جبار عنيد. أنا أجمل عروس عشت في ظلام، أنا أجمل عروس عشت في ظلام، وراح مني الكلام. لم أذق طعم السلام يا عرب، لم أذق طعم السلام، ارحموني من الضياع. أنا أجمل بقاع، لا تقولوا بأني ضعيفة الشخصية، أنا فلسطين القوية. سأرفع راية الحرية، وأنا على العهد والعزم باقية. مهما طال الزمن سيرفع العلم، مهما طال الزمن سيرفع العلم. سأحرر نفسي بنفسي وأقول هذا: أنا مدينة القدس، أنا مدينة السلام، أنا مدينة الحرب ومدينة السلام. فلسطين قوية بنسائها ورجالها وأطفالها وإيمانها وإرادتها. سأحرر نفسي بنفسي. مات الضمير العربي، مات الضمير العربي، ولا أحد يلتفت إلى قضيتنا، ولا أحد يلتفت إلى جوعنا وفقرنا، لا أحد يلتفت إلى الشعب الفلسطيني. اللهم حرر الأقصى وحرر فلسطين، وإن شاء الله يصحو، وإن شاء الله يصحو الضمير العربي. كان معكم عماد زيد، إن شاء الله لنا لقاءات أخرى وقصائد أخرى كل أسبوع مرة بإذن الله تعالى. كل يوم جمعة لنا قصيدة عن فلسطين، وأي أحد عنده قصيدة، أنا بقول من مكاني هذا ومن قناتي هذه، أي أحد من الوطن العربي، مغرب، مصر، تونس، الجزائر، أي دولة عربية، الأردن، سوريا، حتى أهل فلسطين، أي واحد عنده قصيدة بده يبعث لي إياها، أو أي رأي بقدر يقوله،
أنا تحت أمركم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع لايك حتى نصل إلى 11 ألف مشترك قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم.